السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وموضوع الحلقة يعني مسلسل أصول تفسير الأحلام من الكتاب والسنة، آداب الرؤية وتعبيرها وإثباتها من القرآن الكريم. يعني شو آداب الرؤية؟ واحد شاف رؤية، شو الآداب اللي فيها، وشو كيفية تعبيرها وإثباتها من القرآن الكريم؟ يعني إخواني وأخواتي بالله، أحباب بالله، هناك أدب من آداب الرؤيات أحببت أن أبينه لكم، وهذا درس إن شاء الله نستفيد كلنا منه. أول شغلة، أن تبدأ سرد الرؤية كما سرد القرآن الكريم على سبيل المثال. يعني كيف القرآن مذكورة لما تحكي الرؤية؟ في ناس أنا بسمعهم بقول لك، يعني أنا عندي صفحة اسمها صفحة الحكمة في تفسير الأحلام وتأويلها من السنة والكتاب، ناس بقول لك أراني الله، كلمني الله. مين أنت؟ الله أراك الله. واحد بقول لك أتاني منادي، سمعت، قال سمعت في المنام، سمعت في المنام. يا أخي ما في أدب، ونتعلم كل إشي إحنا من القرآن الكريم. يعني نجيبكم على سبيل المثال، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسورة يوسف آية 4، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني إني رأيت إيش؟ رؤيا. إني رأيت، ما بتقول أراني الله، لأنه شو الله معك إنه أرى لك؟ ممكن الشيطان، ممكن أرضعته أحلام. فأداب، الأداب في الرؤيا، لأنه الرؤيا من عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في 102 سورة الصفات بسم الله الرحمن الرحيم: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني هذا قول مين؟ سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقول مين؟ سيدنا يوسف عليه السلام. شو قالوا الاثنين؟ إني رأيت يا أبتي، إني قال يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. وسيدنا إبراهيم شو قال سبحانه وتعالى؟ قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. طيب، وقال تعالى في سورة يوسف 43 بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضرا وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. طيب، ونفس الشغلة بسورة يوسف 36 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويله إن راك من المحسنين. يعني أحباب بالله، هاي أداب التكلم عن الرؤية. بقول الواحد في بدايته إني أرى في المنام، إني رأيت في المنام، بس ما بقول أراني الله أو كلمني الله أو سمعت. إني أرى في المنام، لأنك أنت في المنام، وما تجيب مثلا إيش تحس إنه الله أعطاك إياها، لأنه ما بتعرف هل هي رؤيا أو أضغاط أحلام. 2، سورة يوسف 43 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من أداب يعني: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضرة وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يعني ما بصير الواحد يعبر الرؤيا أو يأولها إذا ما كان عنده علم بالرؤيات، وهذا خطأ كبير بصير بين الناس. بقول واحد قاعد بحكي رؤية بطلع له 20-30 واحد، كل واحد بعرف يفسر. ما بيجوز التفسير إلا من الناس اللي بيعرف التعبير. يعني ما تعطوا رؤياتكم
لناس ما بيعرفوا يعبروا. هذا من الآداب. بسورة يوسف آية 5 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. من آداب الرؤيات أن لا تقص الرؤيا لإنسان أنت مش متأكد من محبته إليك. قص إنسان حاسد أو بغار منك أو حاقد أو عدو، تأكد أنه قص الرؤيا على إنسان بحبك. لأنه إيش؟ إذا إخوان يوسف يمكن أكيد كادوا له، فما بالنا إحنا. تأكدوا أن اللي بحبك بس هو اللي بسمع الرؤيا، لأنه راح يغاروا منك ويحسدوك حتى على الرؤيا. هسا بسورة يوسف آية 46 ما برضو من الأدب الرؤيا، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوسف أيها الصديق افتنا في 7 بقرات سمان يأكلن 7 عجاف و7 سنبلات خضرة وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يعني افتنا، لما واحد يسأل عن التعبير، لأنه التعبير الرؤيا فتوى. زي كيف اللي بفتي بأمر من أمور الدين، هاي فتوى، فتوى من فتوات من أمور الرؤيات. هذا الرجل اللي عنده علم بيعرف إنه هاي الرؤيا من الله أو من الشيطان أو حديث نفس. هسا بسورة يوسف 47 و48 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصرون. يعني اللي بده أول الرؤية لازم يدور على الأفضل فيها، ما يدور مثلا في شيء سيء يروح يلبسهم إياه في تلبيس. يعني خلي تعبيرك للرؤية في مصلحة للناس، في محبة الناس، حب الخير لهم. مش تفسر الرؤية بتشوف شيء زاوية واحدة سيئة بس فيه تكون رؤية عظيمة ولمصلحة الرأي. اللي ما عنده علم أو الرأي أو اللي بده يعبر يمكن يكون عنده علم بس رجل متشائم وبحبش الخير للناس، بظلوا يحط لك كل الرؤيات اللي مش مريحة. بعدين لا تنكر الرؤيات، من أدب الرؤيات لا تنكر أي واحد بيحكي لك رؤية حتى يتبين لكم أنه كاذب. يعني إن بعض الظن إثم، ما بيجوز تكذب واحد على الرؤية، لأنه اللي بيكذب في الرؤية كذب على الله، هذا في نار جهنم قاعد مخلد إذا ما تأمن الله سبحانه وتعالى. فأنا ما يجيك رؤية ويجيك واحد يقول لك والله أنا شفت، مهما كانت عظيمة الرؤية لا تستكثرها على الإنسان هذا، لأنك ما بتعرف الإنسان هذا يمكن قدره عند الله عظيم. فخذ الرؤية ودقق فيها وابحث فيها وشوف أسرارها وبينها ودور على الأفضل وأعطيها الخير لصاحب الرؤية. وإن شفت فيها شر قل له استعيذ بالله 3 مرات، وإذا شاف شغلة زي هيك يدفن في كل مرة على يساره. لأنه ما بصير واحد إيش يدور على السيئة بس في الرؤيا. بعدين بيجي واحد بيقول لك يا أخي هذا زلمة مسيحي أو هذا كافر أو هذا يهودي أو هذا المرأة صابت هي جنوب أو هي حائض وهذا إنسان ما بصلي وهذا. لا حبيبي، الرؤية رؤية، قلت لكم في شيء سويته شو شروط الرؤية الصادقة. هسا عم نحكي إحنا عن الرؤيات، يعني في الرؤيات هاي شفنا مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام شاف رؤية، ومين؟ سيدنا يوسف عليه السلام شاف رؤية، وملك مصر شاف رؤية، وهسا إيش؟ وهو بالسجن 2 موجودين شافوا رؤيات. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من 36 إلى 39 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هسا فتيان، واحد ساقي الخمر وواحد خباز، يعني المهنة الوظيفة الدرجة ملك وزير ضعيف مسلم كافر مسيحي يهودي، إن كان صادق رؤيته صادقة، يعني صادق في حديثه وسويت شروط الرؤية الصادقة. بقول لك قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما.
ذلك وما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يعني التأويل ما بصير الواحد يقعد أيام مشان أول الرؤية، هذا علم أعطاه من رب العالمين. وغير هيك بتخلي الدعوة إلى الله بعملك مؤول للرؤيات، مش بتكون بس وظيفتك تأويل الرؤية وخلص، لا أنت بتسويها وفيها دعوة إلى الله، عظة وموعظة وهدى، بتبين الناس أمور كثيرة وأنت بتدعو إلى سبيل ربك، وما بتأخذ عليها أجر مشان تغنى، أنت بتسويها في سبيل الله اللي بأخذ أجر عليها من الناس. يعني في محلات فاتحين محلات تدفع مصاري وتحط رؤية بيعطوك تعبيرها، هذا لا يجوز، هذا بيشتغل بآية الله ثمنا قليلا، بيجي واحد بيقول أخي أخي هاي وظيفة هاي الإمام كذا، يا أخي الدولة بتصرف عليه مش مأخذ من الناس، عمرك شفت إمام مسجد الناس بيعطوه مصاري ولا الدولة بتعطيه؟ إذا الدولة بتعطيك غير، أنا بحكي إنك تأخذ أجر تأويل الرؤية. قال لأتكم الطعام وترزقهم لأن نبأتكم تأويل قبل أن أتكم ذلك مما علم ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تطلب الناس يشكر رب العالمين مشان الله يزيدهم في العطاء وفي الرؤيات وفي إيش في الإيمان والتقوى. قال يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يعني لو كان واحد نصراني حكى لك رؤيا أو يهودي أو مهما كانت ملته أعرض عليه الإسلام، بين الإسلام، بتكون داعي إلى الله، أنت تأخذ أجرين، أجر تأويل الرؤيا وأجر إيش الدعوة إلى الله. بسورة الصفات آية 102 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هسه على هاي لما الابن سيدنا إسماعيل وافق على في ناس بقول لك إسحاق مثل أبو إسماعيل عليه السلام وإن شاء الله راح ينزل شريط على ذلك. بسورة الصفات 105 قال تعالى من عذاب الرؤيا قد صدقت الرؤيا إن كذلك نزل المحسنين. يعني اللي بيشوف الرؤيا وعنده إيمان ومتقي وصادق في كلامه لازم يصدق الرؤيا ولو طال الأمد مهما كان. أما تشوف رؤيا وتكذبها بصراحة تحصل. ودليل على كلامي سورة يوسف آية 100 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يعني بدها مدة طويلة لتحصل الرؤية مرات في نفس اليوم. بده الواحد يصبر واثنين لما أنت الله يجعل رؤيتك حقا تحمد الله وتشكر عليه. واللي بده يأول الرؤية بقول لك وهذا تأويل رؤياك جعلها ربي حقا وبالأخير بقول والله أعلى وأعلم. فأنت تتمنى تقول جعلها ربي حقا دعاء للإنسان إذا كان دعوة خير إذا الرؤية فيها خير كثير للرأي. هسا في سورة يوسف 44 قلت لكم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمي. اللي بده يعبر الرؤية لازم يكون عنده العلم بمعرفة كيف الشيطان بدخل في المنام، لأنه حتى الأنبياء إذا تمنوا بدخل إيش بدخل الشيطان في أمنياتهم، هم أنبياء فما لنا إحنا كبشر. فاللي بده أول الأحلام ويعبرها لازم يبين له شو الأشياء اللي بتيجي من الشيطان وشو الأشياء اللي بتكون حديث نفس وشو الأشياء اللي بتكون هي رؤية الحقيقية. أرجو أني أكون بنيت موضوع هذه الحلقة ووضحت لكم يا أحباب بالله وشو أداب الرؤيات وكيف تعبيرها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن. أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.